الوقت يا عم، وانت ما عندكش موضوعات تانية؟ شكلك كده فلست من الموضوعات وعمال اللي بتعيد فيه بتزيد فيه. يا صديقي صبرك بالله، الموضوع مش كده خالص، ركز معايا وهتعرف ان الموضوع فعلا يستاهل، لان الحقيقة ان انا بكلمك عن حياتك هيكون فيه ايه في الدنيا اغلى من حياتك نفسها. طبعا زي ما في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الوقت الميت او الوقت اللي انت بيضيع منك كده كده وما بتعرفش تستغله في حاجة، ازاي تستغله صح؟ تقدر تشوفها على نفس البلاي ليست اللي احنا بنتكلم فيها دي بعنوان الوقت الميت، اللينك بتاعها هيظهر دلوقتي هنا او هنا في مكان ما على الشاشة، تقدر ترجع لها في اي وقت. دلوقتي بقى انا هكلمك عن الوقت التاني اللي غير الوقت الميت، ازاي تنظمه بشكل صحيح وتدير وقتك بحيث توصل لافضل نتائج. بعيدا عن هزل كتب التنميه البشريه اللي مليانه كلام خيالي، هكلمك عن الكلام الواقعي المجرب، بمعنى ان الكلام اللي هقوله لك دلوقتي ده كلام مجرب، يعني مش كلام خيالي او متاخد من كتب بشكل نظري، ولكن عشان تشوف الموضوع زي ما انا شايفه بالظبط خليني ابدا معاك باحصائيه مهمه جدا. الاحصائيه دي بتقسم سنين عمرنا على حسب الانشطه اللي احنا بنقوم بيها، وطبعا الاحصائيه اتعملت على الناس الافريج، يعني في ناس اكتر من كده وفي ناس اقل من كده، لكن خلينا نشوف. بما ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عمر امتي ما بين 60 و70، فلو ربنا اداك 70 سنة خلينا نشوف انت هتصرفهم في ايه. هتلاقي نفسك بتقضي من 70 سنة حوالي 3 سنين قدام التلفزيون، طبعا ده على اعتبار ان حضرتك مش بتشوف مسلسلات تركي من 10 اجزاء ولا بتشوف افلام هندي اللي الفيلم واحد فيها بيقعد 4 ساعات دي، وهتلاقي بالمتوسط انك بتقضي حوالي 3 سنين في الاديوكيشن او في التعليم، طبعا ده الوقت الفعلي اللي بتقضيه في حصص المدرسة او في المحاضرات اللي في الجامعة اثناء دراستك. اما بقى عن الانشطة الترفيهية زي الخروجات والفسح واللعب وانت صغير وكل الحاجات دي هتلاقي نفسك بتضيع فيها حوالي 8 سنين، طبعا ده في حال ان حضرتك مش مدمن بلاي ستيشن يعني. المواصلات، وما ادراك ما المواصلات، 5 سنين من عمرك هتلاقي نفسك بتضيعهم في المواصلات، طبعا ده في حال ان الشغل قريب من البيت، اما لو كنت من الناس اللي بتاخد ساعتين رايح وساعتين جاي في كل يوم في الشغل فتقريبا اكيد هتقضي اكتر من كده. وطبعا بما ان وقت المواصلات ده وقت ميت فبفكرك تشوف الحلقه بتاعت الوقت الميت اللي على نفس البلاي ليست دي عشان تقدر تستغل ال5 سنين دول في حاجات مفيده. بالنسبه بقى للشغل فانت بتقضي فيه من ال70 سنة حوالي 14 سنة في شغلك، طبعا ده على اعتبار انك بتشتغل بجد، يعني اتمنى ما تكونش من الناس اللي بتشتغل نص ساعة من ال8 ساعات دول زي الاحصائية اللي ذكرناها في الحلقة اللي بعنوان تياترو اللي تلاقيها برضو على نفس البلاي ليست دي. الرغي بقى والكلام هتلاقي ان الناس بتضيع فيه حوالي 4 سنين من ال70 سنة، طبعا ده الشخص الافريج، اما في ناس رغاية بتاخد اكتر من كده بكتير. واخيرا والمفاجأة الغير متوقعة ان حضرتك هتقضي من ال70 سنة اللي هتعيشهم 24 سنة نايم. تخيل 24 سنة، وما تستغربش دول حوالي تلت المدة، ما انت بتقضي في اليوم حوالي من 6 ل 8 ساعات نايم، فطبيعي ان ده تلت يومك فهيبقى تلت عمرك. بالاحصائية دي وغيرها من الاحصائيات اللي بتتكلم في نفس الموضوع هتلاقي ان انت الوقت المخصص في حياتك تقدر تستغله في حاجات مفيدة وقت قليل جدا. وافتكر كويس ان انت هتتحاسب عن كل ثانية في حياتك، مش محتاج افكرك بالآية اللي بتقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة، عارف يعني ايه هتتحاسب على الذرة؟ ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا جميعا ويغفر لنا كل ما فات. بالمقدمة دي تقدر تعرف انا ليه مهتم بموضوع الوقت، ولكن خلينا نروح على طول على الخطوات العملية. اكلمك النهاردة عن 4 خطوات هيفرقوا معاك كتير جدا، وخلينا نبدأ بالخطوة الاولى. الخطوة الاولى هي انك تحدد المهام اللي انت عايز تنجزها في يومك في الليلة اللي قبله، بمعنى ان ما ينفعش تصحى في يوم وانت ما تعرفش انت المفروض النهاردة تعمل ايه. وعشان اديك مثال يقرب الموضوع، تخيل ايه اللي ممكن يحصل لحد ركب مواصلات وهو مش عارف هو رايح فين اصلا. العربية اتحركت بيه بالفعل وبعد ما مشيت بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه بدا يفكر هو المفروض يروح فين. اليوم بالظبط عامل زي كده، ما ينفعش يبدا اليوم وعقرب الثواني بيعد ويومك عمال يتناقص وانت ما تعرفش انت المفروض تعمل ايه في اليوم اصلا. المفترض تكون محدد انت هتعمل ايه الليله اللي قبلها. دايما خلي معاك اجنده قبل ما تنام تكتب فيها انت مطلوب تنجز ايه بكره. ملحوظه صغيره ما تصعبهاش على نفسك، اكتب حاجات تقدر تنجزها فعلا، لكن ما تكتبش حاجات غير قابله للتحقيق او حاجات اكتر من انها تنجز في يوم. هون على نفسك، محدش بيجري وراك. الخطوه الثانيه قلل مضيعات الوقت. طبعا مضيعات الوقت كتير جدا وبتختلف من شخص لشخص، ولكن المتفق عليه بينا كلنا هو الابتلاء اللي كلنا في عصرنا الحالي ابتلينا بيه. الابتلاء ده هو ان في شركات كتير ادركت ان وقتك هو اهم سلعه في العالم، عشان كده في الوف مؤلفه من اذكى المهندسين والمبرمجين والمبدعين بتتكلم في شركات كتير بيتنافسوا على ان هم يقعدوك جوه برنامجهم اطول فتره ممكنه. مثال على الابلكيشنز دي زي انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك وغيره وغيره وغيره، خصوصا بقى المصيبه اللي اسمها الريلز والشو والفيديوهات القصيرة. الكارثة في موضوع الفيديوهات القصيرة ان لو افترضنا ان الفيديو القصير الواحد حوالي دقيقة، انت في ظرف ساعة ممكن تشوف 60 فيديو بيتكلموا في موضوعات مختلفة، كل فيديو بيدخل لعقلك مجموعة من المعلومات في موضوع معين، طبعا على اعتبار انك بتشوف حاجات مفيدة يعني. تخيل بقى 60 شخص قالوا لك معلومة في موضوع مختلف عن اللي قبله، تلاقي نفسك في الاخر خرجت بولا حاجة، لان المخ بيفهم بترابط المعلومات ببعضها. تخيل بقى انت بتاخد كم معلومات كبير جدا جدا في وقت قليل ومش مترابطة ببعضها. قول لي ايه الصورة الوحيدة اللي اترسمت في عقلك
بشكل مكتمل عن موضوع ما، هتلاقي ان مفيش، الساعة راحت في هباء ولا اي حاجة، زيرو استفادة. وهتلاقي ان خوارزميات البرامج دي او الالجوريزمز اللي بتتعمل في البرامج دي بتبدأ تاخدك من موضوع لموضوع لموضوع ومن غير ما تستفيد ولا حاجة، وانت مش مسيطر على نفسك، انت سايب البرنامج هو اللي بيسوقك للمكان اللي هو عاوز يوديك فيه. وعلى العموم يا سيدي، لو مختلف معايا في الرأي يبقى امسك اجندة كده وادخل على الشورتس دي واقعد عليها لمدة ساعة، وبعد ما تخلص الساعة ابقى اكتب كده انت استفدت ايه. طبعا ده غير بلاعة الفيديوهات اللي بتحتوي على حاجات غير اخلاقية او حاجات لا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى. انا عارف ومتأكد ان انت مش هتعرف تبطل ده بنسبة 100%، لان برضو للأسف هو الحاجات دي زي ما فيها حاجات مضرة فيها حاجات مفيدة، وكلنا عارفين ده. انما اهم حاجة انك انت لما تخش على برنامج من دول يا ريت تكتب في السيرش الموضوع اللي انت داخل تشوفه، يا ريت لما يخلص فيديو ما تسيبش البرنامج هو اللي يشغل لك اللي بعده بشكل اوتوماتيك. اذا كان في اوبشن بيوقف ده يا ريت تستعمل الاوبشن ده، واكتشولي هو موجود على يوتيوب، انك انت تقفل الاوتوماتيك بلاير ان هو ما يجيبلكش فيديوهات ويشغلها واحد ورا التاني من غير ما انت اللي تتحكم. لكن الافضل انك تقفل الاوبشن ده بحيث انك انت تشوف فيديو وبعدين تدخل تسيرش على فيديو تاني في نفس الموضوع او موضوع مختلف، انما في الاخر انت اللي بتتحكم تشوف ايه. طبعا مش متحكم بنسبه 100%، انما هو بيفضل يعرض عليك مقترحات وانت بتحاول تنتقي منها اللي انت عايزه، لكن في الاخر ما تخليهوش هو اللي يسوقك للفيديوهات اللي هو عاوزها. حاول تتفادى الشورتس والريلز على قدر المستطاع. واكيد في حاجات اخرى بتضيع وقتك، ودي بتبقى حاجات متفرده بتختلف من شخص لشخص. انت اضرب الحاجات اللي بتضيع وقتك، حاول تتحكم فيها على قد ما تقدر وتقلل منها على قد ما تقدر عشان توفر لنفسك وقت تعمل فيه حاجات مفيده. الخطوه الثالثه، انتبه دايما لوقتك، تابع الوقت وهو عمال يروح منك، وانتبه واديله قيمته الحقيقيه. بعمل ده ازاي؟ طول الوقت خليك لابس ساعه في ايدك، ويا ريت لو تكون ساعه بعقارب عاديه مش الساعات الالكترونيك اللي هي متوصله بالموبايل. الكلام ده ليه؟ لان الساعه الالكترونيك دايما فيها نوتيفيكيشنز زيها زي الموبايل بالظبط. اللي بيفتح الموبايل عشان يبص على الساعه في الغالب بيلاقي نوتيفيكيشنز على الواتساب وعلى فيسبوك وعلى ماسنجر وغيره، بيخش يشوف الحاجات دي، فبيضيع وقت بتاع نص ساعه وهو اصلا كان بس فاتح الموبايل عشان يشوف الساعه كام بس، ولكن بيلاقي نفسه اتسحل في حوار نص ساعه ونسي هو كان فاتح الموبايل ليه اساسا. نفس الفكره الساعات الالكترونيه فيها نوتيفيكيشنز، وهتلاقي نفسك دخلت على الواتساب وعلى غيره وغيره وغيره من البرامج اللي فيها نوتيفيكيشنز بتسحلك جواها نص ساعه وانت اصلا داخل وعايز بس تعرف الساعه كام. اما الساعات اللي بعقارب ميزتها ان هي ما بتعملش اي حاجه في الحياه غير انك تعرف فيها الساعه كام بس. اقصد في الموضوع ان وانت لابس الساعه طول الوقت بص في الساعه، من وقت للتاني هتلاقي نفسك بدات تحس بالوقت اللي عمال يتسرق منك. في كل مره بتبص فيها في الساعه اسال نفسك وانا بعمل ايه دلوقتي. على مدار اليوم عيد السؤال ده على نفسك كل شويه. لو كانت الاجابه على السؤال ده اللي انت طبعا صادق فيها مع نفسك ان انت بتعمل حاجه مفيده او بتعمل حاجه من المهام اللي انت محددها ليله امبارح، اوكي كمل في اللي انت بتعمله. اما لو كانت حاجه تانية مضيعات الوقت او حاجه ما ترضيش ربنا او ايا كان، وقفها حالا. ما بقى لو قررت تختار تكمل فيها وتضيع وقتك، فاعرف ان انت السبب وان انت اخترت عن عمد الحاجه اللي بتضيع وقتك وكملت فيها. طبعا اتمنى ما تعملش كده. تبقى الخطوه الرابعه والخطوه الاخيره، الحساب الختامي. تعالى في اخر كل يوم وامسك الاجنده بتاعتك اللي انت كاتب فيها الخطوات اللي انت كنت المفروض تعملها، وابدا شوف انت انجزت منها ايه خلال اليوم. من الصعب ان حد ينجز 100% من الخطوات اللي هو كان محددها، لكن حتى لو انجزت جزء من الخطوات دي فمفيش مشكله خالص انك انت ترحل جزء من المهام لليوم اللي بعده اذا كان ينفع تترحل، او تلغيها خالص لو كانت حاجات انت شفت انها ملهاش لازمه او عدى وقتها. المهم ان انت تقدر تقيم نسبه انجازك كام من المهام اللي انت كنت كاتبها. طبعا في لحظه الحساب الختامي تقدر تسال نفسك نفس السؤال اللي كان في الخطوه الثانيه، ايه مضيعات الوقت او ايه اللي ضيع وقتي وخلاني ما انجزش المهام دي كلها. ولما تحاسب نفسك في اخر اليوم وتلاقي نفسك ضيعت وقتك في بعض الحاجات اللي بتسمى مضيعات وقت، تقدر تبطلها اليوم اللي بعده او تقللها فتنجز مهام احسن. انك تحاسب نفسك في نهايه كل يوم دي حاجه مهمه جدا جدا. ذكرك بالحديث الموقوف اللي قاله سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. ما معنى الحديث؟ على ربنا سبحانه وتعالى يرى منا ان احنا يعني مهتمين ان احنا نحاسب نفسنا قبل ان نعرض امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، فيغفر لنا ويرحمنا ما اسانا فيه طوال حياتنا ان شاء الله. لو شفت ان المحتوى مفيد اتمنى ان انت تعمل لايك وشير عشان تعوم المنفعه على عدد اكبر من الناس، وكمان تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان تتابع اخر مستجداتنا وتتابع الفيديوهات الجديده. خلي بالك من وقتك يا صديقي. اشوفكم دايما بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.